ارسمي بالشوكة والسكينة، اعملي منظر طبيعي من السباجيتي، أو كوني خدعة فنية مدهشة. اتفرجوا على حلقاتنا الجديدة اللي فيها حيل ومهارات مش عادية وأفكار إبداعية لقطع فنية مميزة. فنانتنا المبدعة زيدي ظهرت قدامنا، وهي بتمتلك استوديو فني خاص بيها، ودول تلاميذها الجداد. زيزي بتدرس كورس مفتوح، وفي المعرض الفني ده تقدري تشوفي أساليب فنية مختلفة. يعني مثلاً تقدري تعملي المنظر الطبيعي لنبات الشيكوريا في 5 دقايق. ارسمي سيقان خضرة على ورق رسم أسود. غطسي فرشة حلاقة ناشفة في لون أكريليك وطبعي بيها شكل نبات الشيكوريا. استعملي فرشة رفيعة عشان ترسمي بيها أجزاء متطايرة. أنت تقدري ترسمي الجمال ده بفرشة عادية. يا ترى إيه اللي هيحصل لو استعملنا فرشة سناد مكانها؟ إحنا لازم نجرب. وبالنسبة للرسمة الجاية، الفنانة مش هتحتاج فرش خالص، شوكة وسكينة هيكونوا كفاية. هنجيب شوكة وسكينة بدل الفرش. هنضيف درجات مختلفة من اللون الأزرق على ورق الرسم. هنوزع الألوان على شكل موج بالشوكة، وهنوزعها على ورقة الرسم، وهنزود رغاوي البحر البيضة. هنخلط اللون الأصفر والبينك والأبيض في الجزء العلوي لورقة الرسم، وهنزود عليهم لون أزرق فاتح وغامق. هنفرد الألوان بالسكينة، وهنرسم السما. البنات كانوا مذهولين، ده طلع إن مش بس ممكن ناكل بالشوكة والسكينة، ده إحنا ممكن نرسم بيهم لوحات انطباعية مميزة كمان. هنرسم موجة ونفرد الألوان كأننا بنفرد زبدة على العيش. زيزي بتثبت لنا إن كل الناس ممكن يبقوا فنانين. البنات عندهم مهمة جديدة يكملوها، لازم يستعملوا حاجات غير عادية في أعمالهم الفنية. حتة قطن، شموع، وأمن أمس بتاع أم عيون زرقاء وقع منها على الترابيزة وجات لها فكرة. هنرص الأمن أمس على ورقة، وهنرسم خيوط علشان الأمن أمس يبقى شكله زي البالونات، وهنضيف بيت طائر في آخر الخيوط. بلاندي جالها إلهام من فكرة صاحبتها. هيحصل إيه لو عملت حاجة شبيهة بس بالقطن؟ هنضيف قطعة قطن على ورقة، هنرسم خط أسفل القطنة، وهنرسم بنوتة ماسكة غزل البنات. دلوقتي البنات عرفوا يخلوا حتى أغرب الحاجات منظرها رائع على الورق. يلا نخلي الحصة دي عن المشاعر. لازم تعبري عن كل مشاعرك على ورق الرسم. السعادة، الحزن، اليأس، الشجاعة. والحاجة الأهم إنكم ما تكونوش خجولين. زيزي مش راضية كفاية. جرى إيه يا بنات؟ وروني أنتوا تقدروا تعملوا إيه؟ معاكم شوية أدوات غريبة عشان تساعدكم. واضح إن بلاندي فهمت ليه في بلاستيك للتغليف في فصل الرسم. هنضيف ألوان أكريليك مختلفة على ورقة الرسم. هنغطي ورقة الرسم ببلاستيك التغليف، وهنفرد الألوان باستخدام عصاية الفرد. هنشيل البلاستيك، وهنسيب اللوحة تنشف كفاية، وهنكتب كلمة أو كلمتين بالسوليتاب. هندهن الورقة كلها بلون أكريليك أبيض باستخدام سفنجة، وهنسيبها تنشف، وهنشيل اللزق اللي اتدهن أبيض، وهيبقى عندك كتابة ملونة إبداعية. وأم عيون زرقاء كانت مضطرة تستعمل عربية لعبة بدل الفرش، دي حاجة خطيرة. هنضيف ألوان قوس قزح على ورقة، هنمشي عجلة العربية على الألوان، وهنمشي العربية بعد كده على ورقة رسم نظيفة في اتجاهات مختلفة. البنات استعملوا بلاستيك التغليف والعربية، وعملوا قطعة فنية مختلفة عن بعض تماماً. رائع! زيزي سعيدة بالنتائج، لأن كل فنان بيشعر بالعالم بطريقة مختلفة. زيزي انشغلت جداً بقطعتها الفنية الجديدة. فين كل الأفكار العبقرية؟ لما زيزي بترسم ما بتحسش بحاجة حواليها، ولا حتى خدت بالها إن في مشبك ماسك في هدومها. أوبس، حاجة غريبة قوي. لكن جات لها فكرة رسم جديدة. هنشبك المشبك على ورق الرسم، دول هيشكلوا الجسم والرجلين. هنرسم صورة جنايني وماسك جاروف في إيده. زيزي فرجت قطعتها الفنية للبنات، ودي تبقى رسمة ولا مكات؟ مشبك الغسيل شكله هايل على الجنايني. زيزي مرهقة، محتاجة القهوة وشوية هدوء، بس أصحابها زهقانين. قوليلنا حاجة نعملها يا صاحبة الفرش.
زيزي اخترعت لهم أغرب شغلانة، يستعملوا مشروب كورقة رسم. هنخلط ألوان طعام مع كريمة مخفوقة، هنضيف كريمة مخفوقة على القهوة، وهنساوي وش الكريمة، وهنرسم صورة على الكريمة بالألوان والفرش، وهنرسم غروب الشمس وانعكاس أشعتها على سطح البحر. هنخلط الألوان وهنرسم دوامات بالكريمة. أم عيون زرقاء بتجمل شكل الكاكاو بتاعها، وصاحبتها مشغولة بالرسم على قهوتها. هنرسم فنجان على ورق كرتون، هنقص دايرة مع إيد الفنجان، وهنرسم عليها ورقة شجرة الميبل. هنقص الرسمة من الفنجان الكرتون، هنضيف كريمة مخفوقة على الكاكاو، وهنساوي الوش بالمعلقة. هنحط ورقة الكرتون المقصوصة فوق الفنجان ونرش عليها بودرة الكاكاو. البنات عملوا قطعتين فنيتين سخنين. زيزي استلمت أعمال تلاميذها الإبداعية. كاكاو صاحبة العيون الزرقاء بيديك طاقة، ومشروب غروب الشمس بتاع بلوندي يستحق يتعرض في معرض للقهوة. البنات كانوا بيتمنوا يدوقوا إبداعاتهم. مفيش مشكلة، زيزي هتسلمهم لمعرض المواهب، أو ممكن تشربهم أحسن في السر. يا خسارة، الفن اللي بيتبلع ما بيعيش كتير. زيزي عملت حاجة أكتر من لوحة، ده طبق أكل رائع. هنضيف ألوان طعام لمية بتغلي، وهنسلق سباجيتي بألوان مختلفة. هنرص سباجيتي على طبق عشان يكون شكلها قزح. اسلقي وأفرمي ببنجر، وضيفيها على جبنة كريمي سهلة الفرد. قطعي شكل نقط مطر من شرايح الجبنة. هنعمل شكل سحابة بالجبنة عند قاعدة قوس قزح. هنضيف حبات المطر اللي من الجبنة تحت السحابة، وهنزينها بالشمر كأنها نجيلة على الأرض. البنات اتوهموا بشطارة زيزي في الطبخ، وعايزين يشوفوا من قريب العمل الفني. بلوندي طلبت من زيزي تقول لهم إزاي اتعملت. زيزي ممكن تقعد تتكلم عن موهبتها لوقت طويل جداً، وفي خلال الوقت ده بلوندي كانت بتدوق العمل الفني. أم عيون زرقاء حبت تدوق الجمال ده برضو. دي في نادي محبي الطعام، دي هتبقى حكاية شيقة جداً، وغدا لذيذ جداً. قصة حياة زيزي كانت كفاية عشان الرينبو يخلص. شكراً على المحاضرة العظيمة يا أستاذة. مش فاضل من القطعة الفنية غير شوية حاجات بسيطة. جمهورها ما كانش مبسوط. حصة الفنون التجريبية هتبتدي. الخدع الفنية بتمثل موضوع شيق في حصة الرسم. لازم تصوري الحاجات بأكتر طريقة واقعية ممكنة. خلينا نشوف بلوندي هتعمل إيه بقطعة البيتزا. هنرسم قطعة بيتزا مثلثة على طبق أبيض باستعمال ألوان أكريليك، وهنرسم حرف البيتزا والإضافات. هنظلل بالأسود. الخدع إن في قطعة بيتزا على الطبق طلعت واقعية جداً، وفنجان عادي هيبقى النموذج لأم عيون زرقاء. التلاميذ ابتدوا شغل بجدية، والأدوات اترصت، والألوان كأنها بتغلي. هنضيف فنجان على ورقة، وهنرسم ظل رمادي كبير على شكل أبريق شاي. لو وجهنا الضوء على الفنجان وعمل خيال تداخل مع الخيال اللي رسمناه، هنشوف خدعة بصرية عن ظل غريب. وأخيراً القطعة الفنية انتهت بالكامل. البيتزا بتاعت بلوندي على طبق شكلها شهي جداً، بس زيزي كان عاجبها فنجان أم عيون زرقاء. ده اللي نقدر نسميه سحر الفن. زيزي جابت معاها ديكور طبيعي للفصل، رائع. البنت أم عيون زرقاء قررت تنظم جلسة تصوير فوراً، بس زيزي كان عندها خطط تانية لأوراق الخريف دي. دي مش زينة للسيلفي، دي مواد فنية. هنرتب الأوراق المصفرة مع بعض، وهنعمل شكل راس دبدوب وله ودنين، وهنعمل تفاصيل الوش بعيدان الصنط، وهنخلي ورقة غامقة تبقى الأنف. البنات مندهشين على قدرة زيزي إنها تشكل أعمال فنية من أشياء مختلفة. زيزي إدت لتلاميذها الأوراق المصفرة، بس الحاجة الفنية الوحيدة اللي يقدروا يعملوها إنهم يتصوروا معاها. عجبتكم مهارات الرسم واللوحات؟ اكتب لنا في التعليقات إيه المواد اللي هتستعملها في العمل الفني بتاعك.
ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة بتاعتنا وتضغطوا على علامة الجرس عشان ما يفوتكمش حيالنا ومهاراتنا الفنية الجديدة على ترون ترون.